السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. في الفيديو ده اشرح لكم معادله فلتر. فلتر اللي اشتغل فيها في الاكسل او على جوجل شيت. فلتر اللي هي بتعمل تفلتر على حاجات معينه انت بتديله المعطيات بتاعتها. هنقول مثلا فلتر لي مثلا على الاكبر من 10، الاصغر من 6 وهكذا. هنا بقى فلتر، احنا جايين بقى نتكلم على فلتر بطريقه مختلفه شويه. وهي ازاي؟ احنا دلوقتي عندنا تيبل اهو، التيبل ده جواه داتا اهي، جواه قصدي عمدان، العمدان او الكولومز دي. فلو احنا عايزين نبص على التيبل من جوه، ها هيقول لك اهو التيبل ده عباره عن مبيعات اتش ام او مبيعات شركه اتش اند ام، وجواه الكونتري بتاعتنا والساوس والسيتي والستيت والفوت والكاتيجوري وكل حاجه. فانا دلوقتي عايز افلتر على، وليكن عايز افلتر على الكاتيجوري اللي هو اسمه فوت وير. فهنيجي هنا علشان نعملها، مش هينفع نعمل نيو ميجر، عشان لو دوسنا نيو ميجر، تعالى كده نجربه في نيو ميجر، لان معادله فلتر بتخرج على هيئه تيبل مش ميجر. بس تعالى نشوف دلوقتي الميجر ده، هنقول له مثلا كاتيجوري، كاتيجوري 2 مثلا عشان نبقى احنا عارفين احنا انهي حاجه، ونقول له فلتر اي كده، ونروح قايل له ايه، هنقول له لو سمحت انا عايز التيبل، التيبل ده بيقول لك ايه، التيبل ده اسمه اتش ام، دوس اتش ام بعد كده كده، بعد كده ندوس كوما. الفلتر اكسبريشن انت عايز ايه اللي تفلتر عليه؟ اقول له انا عايز الكاتيجوري، كاتيجوري بيساوي كلمه فوت وير، ونقفل الكوتيشن. لازم يا جماعه الكتابه او اي اسم بيتحط ما بين دبل كوتيشن اللي هي علامه التنصيص دي، ونقفل الكوس كده وندوس انتر. بص اللي هيحصل، قال لي بص this expression refers to multiply columns. Multiply columns cannot be converted to a scalar value. مش هينفع تتكونفرت هنا او تطلع هنا. فايه اللي هيحصل؟ هناخد دي كده كوبي عادي خالص، اهي كده كوبي اهي خالص، هناخدها كده كوبي ونعمل كده ديليت كاننا ما شفناش خالص، وندوس في اي حته هنا كده مش هيبقى في اي حاجه هنا خالص. اهي نعمل الكاتيجوري 2 دي نمسحها خالص كده، خلاص عملنا كده الدنيا تمام. هنيجي بقى عند نيو تيبل، نيو تيبل اللي هو يخرج لنا بقى على تيبل، يخرج لنا على تيبل زي اتش ام ده كده، وهنقول له ده اسمه كاتيجوري برده، او ناخدها كده كلها كده كنترول في. يبقى التيبل هيتعمل جديد اسمه، هيبقى اسمه كاتيجوري 2، وهيتفلتر على الفوت وير، وندوس انتر. بصوا ما حصلش مشكله ولا حاجه، لان الكاتيجوري 2 اهي، كاتيجوري 2 لما تيجي تعملها هنا كده هتلاقي بص واخده كل التفاصيل. طب انا عايز اعرف ايه الكاتيجوري اللي موجود، هنيجي نقف هنا كده او نخش في الكاتيجوري 2 اهو، ونيجي في الكاتيجوري 2 هتلاقيه مفلتر لي على كل حاجه تخص الفوت وير، في الجدول اسمه كاتيجوري 2 كل الفوت وير، مفيش حاجه غير الفوت وير. طب ايه اللي هيحصل مثلا لو في فوت وير اتضافت في الاتش ام ده؟ يعني مثلا مثلا عناصر جديده اتضافت، هتلاقيها تتضاف في كاتيجوري 2 بس كده. فالكاتيجوري 2 ده او اللي هو التيبل او فلتر الجديد ده، دي حلوه جدا انك تقدر تعمل اكتر، تقدر تفلتر على حاجات حلوه جدا في ال ايه الفوت وير بس كده. فبس كده يا شباب، فاتمنى ان انكم تكونوا المعادله دي مفيده ليكم، وان انتم تقدروا تستفيدوا منها. فاتمنى لو في اي حاجه انتم عايزينها اكتبوها لي في الكومنتات، ولو عايزين معادلات اللي انا اشرحها قولوا لي وانا ان شاء الله اشرحها لكم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.